السلام عليكم. ولك بمثل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمر حضرتك. اياك. من فضلك يا شيخ، انا عندي 34 سنة. الله يبارك. فانا يا شيخ ما من ساعة ما بلغت انا ما صمتش الايام اللي عليا في رمضان. لكن كنت تصوم الايام وتفطر ايام الحيض ولم تقضي الايام الى هذا الوقت. بالضبط كده. عيديها الان. يعني احسب يا شيخ من الفترة مثلا كل اسبوع في السنة. نعم. وعدهم قد ايه ولازم اقضيهم، ما ينفعش اطلع عليهم في لا الوقت. لازم تقضيهم. ايام الحيض تقضى، لا تطعم، لا يطعم مكانها. بالله عليك يا شيخ ادعي ربنا يهدي زوجي عليا. وانت ترضي ربك عليك اولا، ارضي ربك عليك، لانك لك 16 عاما او 18 عاما ما قضيت ما عليك من ايام. 20 سنة، 34 سنة وانت بلغة من 14، 20 سنة ما قضيت اللي عليك. اصلح بينك وبين الله، الله يصلح بينك وبين زوجك يا رب. شكرا.